أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الفترة الإخبارية الجديدة على شاشة قناة النيل الأخبار على الهواء مباشرة، والتي نتعرض فيها لملفين وثيقي الصلة ببعضهما البعض. الملف الأول يتعلق بإعلان إسرائيل حالة التأهب القصوى تحسبا للرد على عمليتي اغتيال فؤاد شكرى في جنوب بيروت، وأيضا اغتيال إسماعيل هنية في شمال طهران. الملف الآخر يتعلق أيضا بهذا الملف ولكن من زاوية أخرى، وهو استمرار العدوان والغارات الجوية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى محيط حزب الله. نبدأ بالملف الأول، حيث تضرب الخلافات حكومة الحرب الإسرائيلية على خلفية فشلها في الحرب على قطاع غزة. اتهم زعيمان معارضان في إسرائيل بنيامين نتنياهو بإطالة الحرب المستمرة على غزة للشهر العاشر وإساءة إدارتها. يأتي هذا في حين أظهر استطلاع للرأي تأييد الغالبية العظمى من الإسرائيليين بنسبة 69% تنفيذ عمليات الاغتيال الأخيرة في طهران وبيروت. فيما يتعلق برئاسة الحكومة، تقلص الفارق بين رئيس حزب المعسكر الوطني بني جانتس ونتنياهو، حيث حصل جانتس على تأييد 41% من المستطلعة آراؤهم مقابل 39% عبروا عن دعمهم لنتنياهو. انقلب السحر على الساحر، ولم يجد نفعا سفك المزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء لتكون قربانا لتثبيت أركان حكومة الاحتلال الوحشية. فبين المساءلة والانقسامات، تشهد حكومة الحرب الإسرائيلية تصدعات كبيرة على خلفية فشلها في غزة. تلك الخلافات قادت أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة لإنقاذ إسرائيل لما أسموه نفق نتنياهو المظلم. فعلى الرغم من مرور 300 يوم من العدوان المدمر على قطاع غزة، إلا أن مسلسل الانقسام هو المسيطر على المشهد السياسي الإسرائيلي. انقساما ازداد مع تصاعد مؤشرات فشل نتنياهو في تحقيق الأهداف التي أعلنها في بداية العدوان على القطاع المحاصر. نتنياهو العاجز ما زال يكالب في إعمال آلته العسكرية في إبادة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بغية تحقيق مكاسب سياسية تحجب عنه مساءلة قانونية، بالنظر إلى اتهام من قبل الكنيسة وأعضاء الحكومة بالمسؤولية المباشرة عن عملية طوفان الأقصى. كما أنه يتعرض لغضب داخلي بسبب فشله في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض إيفيغدور ليبرمان من جانبه قال إنه لا يمكن الفوز في الحرب عندما لا يتحدث رئيس الوزراء مع وزير الدفاع، ووزير الدفاع لا يتحدث مع وزير الأمن القومي. هذه ليست الطريقة التي تربح بها الحرب، مردفا أن نتنياهو رجل لا يتحمل المسؤولية. رجل الشارع الإسرائيلي بدا مترنحا وسط هذا التخبط، حيث أظهر استطلاع للرأي لصحيفة إسرائيلية أن غالبية الإسرائيليين تؤيد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران، والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكرى في العاصمة اللبنانية بيروت، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس. بحسب الاستطلاع، فإن الأسبوع الأخير شهد تراجع الأثر الإيجابي الذي أحدثه خطاب نتنياهو في الكونغرس في 24 يوليو الماضي، بحيث خسر الليكود مقعدين بالمقارنة مع نتائج الاستطلاع الأخير للصحيفة. كما فقد نتنياهو صدارة قائمة الشخصية الأكثر ملائمة لرئاسة الحكومة لصالح بني جانتس، ليبقى نتنياهو في مأزق الملك المنهزم على عرشه في انتظار موته السياسي. مزيد من التعليق ينضم إلينا الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة. مساء الخير دكتور صبري. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بداية، كيف تنظر لسياسة إسرائيل في الاغتيالات؟ وهي سياسة قديمة متجددة، ولكن ما الجديد فيها هذه المرة مع اغتيال فؤاد شكرى وإسماعيل هنية؟
مساء الخير لكم، كل التحية لكم ولمصر الحبيبة. كما تلاحظون نتنياهو قضى من هذه الحرب حوالي 10 أشهر، لم يستطع بالفعل حسب تقريركم من الوصول إلى النتائج التي سعى إليها، إطلاق سراح الرهائن والإجهاز على حركة حماس، وبالتالي لجأ لسلاح الاغتيالات. وتعرفون تاريخيا بأن إسرائيل لطالما تسلحت بهذا السلاح باعتبار أنه السلاح الأسرع في حسم المعركة كما تعتقد. واليوم مع اغتيال شخصيتين وازنتين، يعتقد نتنياهو بأن شعبيته قد تحررت من حالة الكآبة التي عاشتها على مدار الحرب، وأنه يستطيع أن يبقى في السلطة إذا ما ضغط الآن باتجاه وقف إطلاق النار. ولكن من الواضح بأن لديه أفكار أخرى. الحديث يدور الآن عن اغتيال حوالي 4 أو 5 شخصيات أخرى من حماس، منها عضو للمكتب السياسي لحماس روحي مشتهى، وأيضا شخصية أخرى حسام السراج، وشخصية عبد الهادي صيام المرتبط بالجناح العسكري لحماس. وعليه الأمور تتفاقم الآن بصورة كبيرة، والجميع من حوله في فلسطين الآن يعد العدة للرد الغير معروف، يعني الحجم، والغير معروف متى يحصل هذا الرد وشكل هذا الرد. على العموم، الإسرائيليون اليوم يقولوا بأن نتنياهو قد ورطهم بالمزيد من الحروب، وأنه قد فتح باب جهنم عبر هذه الاغتيالات، وأنه عوضا عن حسم الصراع وهذه المعركة تحديدا عبر الوصول إلى اتفاق يخص صفقة التبادل، عاد لصب الزيت على النار أكثر فأكثر. دكتور صبري، الحقيقة هذه النقطة يعني بتثير عدة نقاط فرعية فيما يتعلق بسياسة الاغتيالات. هناك 69% ممن استطلعت آرائهم في إسرائيل يوافقون على هذه السياسة، ولكن هناك اختلاف في هذه النسبة مع إدارة الحرب فعلا. لكن هو تساؤل، وبعيدا وقبل أن نتحدث عن الرد المتوقع، يفترض أنه في تحسب ورفع درجة الاستعداد لدرجة أكبر ولدرجة قصوى في إسرائيل تحسبا للرد. وأنت الآن تتحدث دكتور عن اغتيالات محتملة أخرى ل5 شخصيات، هم لا يسكبون الزيت على النار، هم يسكبون أكثر من الزيت دكتور صبري. نعم، هذا صحيح بطبيعة الحال، لأنه نتنياهو يعتقد بأنه ربما اغتيال إسماعيل هنية لم يكن كافيا، يريد أن يحقق انتصارات أخرى، لأنه بانتظاره أمرين أساسيين. أولا، لجنة التحقيق التي من المفترض أن تبدأ أعمالها في فترة قريبة وقريبة جدا. ثانيا، استطلاعات الرأي التي تنحر نتنياهو تقريبا، وكما تلاحظون حتى استطلاع الرأي الآن لا يعطي نتنياهو الصدارة في الأرقام والإحصائيات، وبالتالي هو يشعر بأنه إسماعيل هنية لم يكن كافيا. لديه الآن في بنك أهداف والمزيد من الشخصيات في حماس، ربما هذا يزيد من شعبيته بعد أن اطلع على استطلاع الرأي لصحيفة معارف الذي قال أنه نسبة الرضا 69%. ولكن تعرف أخي الحبيب، نحن في أوج معركة الآن وليس في نهايتها مع الأسف بقرار من نتنياهو، لذلك الأرقام تتقلب بصورة كبيرة. الشمال يعيش حالة ضنك كبيرة، المصانع الإسرائيلية تخلي كما فهمنا بقرار عسكري المواد الكيماوية والحارقة من مخازنها، وأيضا الجيش قد أصدر أوامر لملتحقيه ومنتسبيه كي يعودوا للخدمة على الأقل على مستوى الاحتياط، وسلح وزراءه بهواتف مربوطة بالأقمار الصناعية. الكل يعد العدة للحرب، وإسرائيل تدق طبول الحرب من جديد. وعليه كثير من الإسرائيليين الآن يقولوا أن نتنياهو قد أعطى الأولوية لشخصه على حساب الدولة، وبالتالي يريد أن يخوض المزيد من المعارك حتى يبدو وكأنه قد حسم هذه المعركة لصالحه. ولكن كما رأيت، 10 شهور على مساحة هي 365 كيلومتر مربع، لم يستطع بقوة نيران زادت عن تلك التي استخدمت في هيروشيما وناكازاكي ب4 أضعاف أن يحسم هذه المعركة. هل سيحسمها بسلاح الاغتيالات؟ أعتقد تجربة الفلسطينيين مع الاغتيالات واضحة، كلما ارتقى جيل كلما صعد جيل آخر، وكلما شحن بأكثر من الإرادة والعزيمة التي نراها اليوم لتصاعد هذه الرغبة في مواجهة المحتل وإنهائه. لذلك إما أن يتدخل العالم اليوم يضع حد لهذه المهزلة المتواصلة، وإما أن يستفرد بهذا العالم من قبل المجنون نتنياهو. نعم صحيح، 10 أشهر ويزيد، لأنه 301 يوم اليوم. ربما ليست فقط على غزة ولكن على المحيط أيضا، على لبنان وإيران. والتساؤل هنا، ما الذي يهدف إليه نتنياهو مما فهمته من كلام حضرتك دكتور صبري؟ هل تجديد شعبيته بمثل هذه السياسات، وخاصة مع تكرار بأنه 300
وواحد يوم أرهقت الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا، فإلى أي مدى يمكن أن يستمر في حرب أكبر وأطول مع جبهات أخرى دون تجديد هذه الشرعية؟ أخي الحبيب، دعني أذكركم بأن رغبة نتنياهو بالأساس هو تطبيق المشروع الصهيوني القائم على إفناء الهوية الفلسطينية وطردنا خلف الحدود، وهو بذلك اعتبر بأن جمهورية مصر العربية ربما تستقبل اللاجئين، فأخذت موقفا صريحا وواضحا بأن هذا الأمر يمس أمنها القومي، ولم تقبل نهائيا بأي ترتيب يخص معبر رفح إلا من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تقبل بتواجد إسرائيلي في فيلادلفيا. هذا فيما يخص جمهورية مصر العربية. خذ بعين الاعتبار الأردن ودول المحيط والآن السبع جبهات التي أتحدث عنها نتنياهو. الأمور ذهبت باتجاه التعقيد، والعالم بدأ يقول لنتنياهو حربك قد طالت، أفنيت 40,000 فلسطيني، دمرت غزة عن بكرة أبيها، قمت بإزاحة 2 مليون فلسطيني في عدة مواقع، أنشأت أماكن قلت عنها آمنة وقتلت النساء والأطفال فيها، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لك إلا بالحديث عن اليوم التالي. وهذا ما يقض مضاجع نتنياهو. نتنياهو اعتبر بأن الفلسطينيين سيهربوا وأن الساحة ستفرغ له وأنه سيستطيع إحكام السيطرة العسكرية على غزة. هذا لم يحدث. إذن نتنياهو في الاستراتيجية التي وضعها لم يستطع أن يحقق الانتصار المرغوب. الآن يلتفت لذاته وقدرته على البقاء، وهذا الأسلوب الذي يتسم بما أسمي حقيقة بثعلب السياسي، يحاول اللعب على التناقضات، يستخدم أسلحة مختلفة، يطيل أمد الأزمة، ويريد أن يبقى متمسكا بالسلطة لحماية رقبته من حبل المشنقة، ولكن أيضا كي يخرج منتصرا وتنقلب استطلاعات الرأي لصالحه. حتى هذه اللحظة لا مؤشر على ذلك، بل كما قلت طبول الحرب تدق الآن، والكل يعد العدة لانفجار جديد في المنطقة بكل أسف. العالم الآن بدأ وكأنه رهينة هذا المجنون نتنياهو وعصابته في تل أبيب، وأيضا الحال في أمريكا الذي وفر له هذه المظلة المستمرة لمقارعة الجميع في المنطقة بكل أسف. صحيح، ولكن بالحديث عن اليوم التالي لانتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة، يتجدد حديث عن أنه بالفعل القضية الفلسطينية هي صلب القضايا في المنطقة، هي القضية المركزية في المنطقة، وتفجر حروب أخرى وحرب كبرى نتساءل فيها عن رد الفعل المتوقع الذي تراه متوقعا من حزب الله على اغتيال فؤاد شكرة، وعلى ما أصاب إيران في أراضيها، مع نفي أي احتمال آخر سوى أن الأمن الإيراني ربما يكون مخترقا من الجانب الإسرائيلي. ربما يكون هذا هو الحال. نحن في أوج حرب، وبالتالي التفاصيل كثيرة والخفايا كثيرة أيضا أخي العزيز، لكن ما أريد أن أقوله بأنه اليوم يقال في إسرائيل بأن يوم الأحد كما يروج عسكريا سيكون اليوم الحاسم، وأن إيران وحزب الله ستدخلان المعركة الآن بشكل واضح وبنطاق أوسع، وأن جبهات أخرى ستتحرك. كنت تعرف نتنياهو لطالما حاول أن يروج للإدارة الأمريكية بأنه هناك سبع جبهات تحارب وأن إسرائيل الضحية، وأنه يريد للإدارة الأمريكية أن تدخل على المعركة أو في سياق هذه المعركة أن تنضم للجيش الإسرائيلي. مع الأسف يبدو أنه سينجح، لأنه نسمع الآن عن المزيد من التسليح للقواعد الأمريكية، زيادة أو رفع نسبة الجاهزية، زيادة عدد الجنود في المنطقة، زيادة عدد الطائرات، تحريك الفرقاطات والأساطيل، وعليه ربما يجر الأمريكان لهذه المعركة التي لطالما أرادها، ولكن سيجر معها سبع دول أخرى تنطلق منها صواريخ أو هجمات كما يتوقع. إلى أين سيكون مآل الأمور؟ هذا هو الذي يناقش اليوم في إسرائيل. حرب تبدأ يوم الأحد، تستمر لأيام، تستمر لأشهر، تنفجر المنطقة، تستمر لأعوام، لا أحد يعرف، ولكن حتما ما نعرفه بأنه هذا الرجل قد أطاح بكل الأحلام التي بناها الجميع بأن يكون هناك نهاية للصراع وإعمال للقانون الدولي، والرصاصة التي أطلقها على إسماعيل هنية أو الصاروخ أو العبوة الناسفة أيا كانت، هو أراد أن يقتل أي فرص للسلام بالمنطقة، معتقدا بأن العرب سيتساوقوا معه، سيقبلوا بالتهجير، سيقبلوا بالتطبيع، وسينبطحوا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. نفاجأ بأن الجميع يقول لا، وأن هذا العالم يجب أن يتغير ويجب أن يزاح نتنياهو بأي شكل من الأشكال من السلطة، لأنه أصبح كالسرطان الذي يتغلغل في جسد المنطقة
ويزيد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم. دكتور صبري اسمح لي سأؤجل الحديث مع حضرتك مرة ثانية عن رد الفعل الإيراني المتوقع لأهمية ما لاحظته في كلام حضرتك عن المجنون نتنياهو. تساؤلي تحليل حضرتك لشخصية نتنياهو، هل تتوقع أن هذا الرجل الآن يمر بهوس عقائدي ما؟ أنا أعتقد ذلك. هو رأى بأنه كثافة النيران في قطاع غزة قد حققت له بعض الخطوات التي أرادها. هو يسعى الآن مثلا لتقسيم قطاع غزة، يسعى لضمان السيطرة على محور فيلادلفيا، قام بإنهاء معبر رفح عبر هدمه وتفجيره وتدميره، وبالتالي يسعى لفرض صيغة حدودية جديدة مع مصر. هو يريد أن يقطع جزء من قطاع غزة ليسميه بالحزام الآمن وخلافه، ويريد أن يقطع الجزء الشمالي من وادي غزة بما يشمل مدينة غزة والمناطق الشمالية التي تسمعون عنها، جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون. ويرى بأنه الأمور، أو رأى في يوم من الأيام أنه الأمور العسكرية تسير وأنه لديه قدرات خارقة وأن هناك من سيدفع الفاتورة. هذه مشكلتنا فيها مع هذا الاحتلال، هو يهدم ويأتي من غيره ليقوم بإعادة الإعمار، أو أنه يتسلح على حساب غيره دافعي الضرائب في أمريكا، وكل ما يأتي من سلاح يأتي على شكل مساعدات ولا يدفع فواتير حرب بالمناسبة إلا الفواتير السياسية. وبالتالي رأى أنه كل هذا لم يفلح معه، لذلك دخل في حالة الهوس بتوسيع رقعة هذا الهجوم، واليوم يتوجه نحو شخصيات وازنة. ورأينا ما رأينا في الأيام الأخيرة، وبعد أن كانت الإدارة الأمريكية تصر على أنه وصلت إلى مرحلة لتوقيع اتفاق هذه الصفقة، فجرت الأمور من قبل نتنياهو. إذن إحنا أمام حالة تعيش انفصام في الشخصية، أو أنها معملة تماما في المفهوم الصهيوني، وهو ينفذ المشروع الذي تحدث عنه بالمناسبة في ثمانينيات القرن الماضي بأنه يريد دولة صهيونية ولا يريد وجود للفلسطينيين، وما زال مصمم على هذا الأمر. وأعتقد أخي العزيز في عجالة بأنه يسعى لاستخدام رد فلسطيني أيضا حتى يستخدمه كذريعة ليدخل بقواته دكتور... الغربية ويعاد احتلاله. دكتور صبري سؤالي الأخير، وخاصة أن حضرتك ذكرت أنه نتنياهو يرى أنه يواجه 7 جبهات، أنا لا أعرف كيف أحصاهم، لكن على الأقل في رأي المحللين ربما المتوقع رد رباعي أو خماسي، وخلينا نقول إيران وحزب الله والحوثيين وربما بعض الجماعات من العراق أو العراق وسوريا. التساؤل الآن، رد الفعل الإيراني المتوقع سيكون شكليا كما حدث في شهر إبريل الماضي ردا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا؟ أنا مضطر أن أسأل السؤال بهذه الصيغة، أم سيكون أكبر من ذلك بكثير؟ واضح بأن التقارير العسكرية الإسرائيلية مما رأيته في الإعلام العبري تصر على أن المعركة ستستمر لأيام طويلة وليس لأسبوعات كما رأينا في إبريل الماضي. الـ7 جبهات أخي العزيز، نعم، هي اليمن وإيران ولبنان وسوريا والعراق، ولكن أيضا هو يعول على دخول الضفة الغربية لأنه يريد أن يجد هذا السبب ليعيد اجتياح الضفة الغربية، وأيضا صواريخ من غزة يحتسبها لأنه يريد هذه الحجة للمزيد من الدمار والوصول إلى أي نتائج يحققها على الأرض في قطاع غزة. 7 جبهات يتحدث عنها بإمعان وتفصيل، ولكن يعني الله وحده الذي يعلم إلى أين ستكون مآل الأمور خلال الأيام القليلة القادمة. بشكرك شكر جزيل دكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة، شكرا جزيلا لحضرتك. نذهب إلى الملف الثاني، حيث قال الرئيس الأمريكي بايدن إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لا يساعد على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أكد في الوقت نفسه التزام واشنطن بالحفاظ على أمن إسرائيل ومدها بأسلحة جديدة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأي رد من إيران أو حزب الله. ورجحت مصادر أمنية أن تقوم طهران بإطلاق صواريخ باليستية ومسيرات مفخخة على قواعد الجيش الإسرائيلي. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في مستوى عال جدا من الاستعداد لأي سيناريو سواء دفاعي أو هجومي، بعدما تلقت تهديدات بالرد على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن على إسرائيل أن تنتظر الرد الآتي حتما بعد اغتيالها لفؤاد شكر المسؤول عن إدارة عمليات الحزب في جنوب
جنوب لبنان، وخطب نصر الله الإسرائيليين بقوله: افرحوا واضحكوا قليلا وستبكون كثيرا، مضيفا: لم تعرفوا أي خطوط حمر تجاوزتم وأي نوع من العدوان مارستم وإلى أين مضيتم وذهبتم. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على منصة إكس متواعدا حسن نصر الله: كف عن الخطابات المتبجحة والتهديدات والأكاذيب قبل أن تدفع ثمنا باهظا. وأضاف: سنتحرك بكامل قوتنا لاستعادة أمن القاطنين في شمال إسرائيل. من ناحية أخرى، أعلن حزب الله أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل الخميس ردا على غارة إسرائيلية دامية استهدفت بلدة في جنوب لبنان في أول هجوم يشنه عقب اغتيال إسرائيل لأحد أبرز قياديه. وقال الحزب المدعوم من إيران في بيان أنه قام بإطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة ميتسوفا، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة، وردا على اعتداء العدو الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها. وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه بعد وقت قصير من إطلاق الصواريخ قامت قواته الجوية بضرب منصة حزب الله التي أطلقت الصواريخ منها. للمزيد من المتابعة والرأي والتحليل ينضم إلينا من بيروت سيارة العميد يعرب صخر المتخصص في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور والأنوار. أهلا بحضرتك سيادة العميد. سامحني لا أعرف من أين أبدأ مع حضرتك. هل من الغارات التي قامت بها إسرائيل على عدة بلدات في لبنان أم من اغتيال فؤاد شكر وأيضا اغتيال إسماعيل هنية؟ أترك لحضرتك تحليل المشهد الآن، يعني هي مقدمات حرب، كيف ترى ما حدث حتى الآن على الأقل في الساعات القليلة الماضية؟ نعم سوف أوضح لك، سوف نحاول أن نجلي الصورة أكثر. عزيزي، منذ خطاب نتنياهو في المؤسسة التشريعية الأولى في العالم الكونغرس الأمريكي والحفاوة التي لقيها، ومنذ حادثة مجد الشمس والصاروخ سقط على القرية مجد الشمس وذهب ضحيته ما تعرفونه، وثم عودة نتنياهو متسلحا بالدعم الغربي، وأن بايدن قد صرح له بالحرفيا لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، لكن عليك أن تلتزم بالرد المدروس. وهنا نتنياهو نعرف إسرائيل وخبثها كيف يأخذون نصف الضوء و يمارسون كامل نواياهم منذ، وقد صرح نتنياهو بذاته أن قواعد الاشتباك قد تغيرت. يعني عندما تقول لي أن حزب الله أطلق رشقة صواريخ من هنا وإسرائيل ردت بضرب عدة بلدات جنوبية من هنا، هذه هي القواعد القديمة السابقة، قواعد الاشتباك القديمة. نعم الآن تغيرت قواعد الاشتباك، وقد أعلنها نتنياهو عندما قال قواعد الاشتباك قد تغيرت وبكل صراحة، وفعلا ترجم ذلك عبر اغتيال الشخصية رقم واحد في حزب إيران في لبنان، وثم ضرب في الضاحية الجنوبية لسوريا وهي سيدة زينب، يعني ضاحية جنوبية في سوريا وضاحية جنوبية في لبنان، ولا ننسى حادثة الضرب في العراق للحشد الشعبي لكن قامت بها أمريكا، وختمت استعراضاتها واستعراض القوة بترجمة لتغيير قواعد الاشتباك باغتيال هنية في قلب ومهد طهران. وهنا كان قصد إسرائيل من ذلك فعلا، وقد نجحت في ثلاثة أشياء. أولا، لقد أرست عامل الردع الاستراتيجي. ثانيا، قد كسرت الهيبة الكاذبة لإيران، وثانيا هذا. ثالثا، هي لحد الآن لم تعترف أنها اغتالت إسماعيل هنية، والسؤال لماذا؟ أنا سوف أشرح لك.
لأن أولا للتدليل على كذبة الأسطورة والهيبة الإيرانية، وثانيا للتغطية على جواسيسها وعملائها الذين يعجون في إيران وليس فقط في إيران، وأثبتت التجارب في لبنان وأينما كان، وإطلاق الأخبار المتناقضة، صاروخ من الجو، صاروخ من غواصة، عبوة ناسفة، مسيرة، إلى آخره من تصريحات متناقضة، هي لتشتيت التركيز وحرف الانتباه وحماية للعناصر والجواسيس والعملاء للإسرائيليين. أنا قلت لك هذا بصراحة، هذا هو المشهد، خصوصا أن الأمريكي الاستراتيجية الثابتة لأمريكا في الشرق الأوسط هي أمن إسرائيل، وهذه لا تتشف. نعم، عند هذه النقطة حتى لا يدهمنا الوقت سيادة العميد أتساءل، هل جاء نتنياهو من واشنطن بتصريح من إدارة بايدن بإشعال حرب ربما يستكمل إدارتها معه بعد ذلك مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس؟ يعني هل هناك رضا أمريكي من قبل الحزب الديمقراطي بما يفعله نتنياهو الآن؟ لأن بالتأكيد هذه الحرب ربما تؤثر على مجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يفترض أن تجرى في بدايات نوفمبر المقبل بعد 3 أشهر. نعم، ولكن الاستراتيجية الأمريكية الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإذا قلنا أمن إسرائيل، هو استراتيجية ثابتة عند كل الإدارات الأمريكية إن كانت جمهورية أو ديمقراطية، لكن الممارسة الديمقراطية، السياسة الخارجية للديمقراطيين في الشرق الأوسط، وبايدن هو امتداد لأوباما، وأوباما هو الكارثة الكبرى على العرب لأنه فضل إيران على العرب وكفأها بالاتفاق النووي، وهذا موضوع آخر. على كل حال، لا شك أن نتنياهو بدأ يتحرر شيئا فشيئا من الضغط الأمريكي الذي كان يمارسه بعدم إشغال الجبهات، لأن أمريكا لا تريد أن تغطس في معركة شاملة في الشرق الأوسط. نعرف كيف تبدأ ولا أحد يعرف كيف تنتهي، لأنها لا تريد أن تحقق رغبة وأمنية روسيا أن تغطس في الشرق الأوسط، فلتبقى روسيا هي غارقة في أوكرانيا، وكي تبقى خطة احتواء الصين قائمة. لذلك أمريكا لا تريد أن تغطس ولا تريد توسعة الجبهات وإشعال الأمور في الشرق الأوسط، خصوصا أنها العتبت انتخابات، وهذه الفترة من هنا حتى الانتخابات نسميها الغموض الاستراتيجي والضياع والفراغ. هذا الذي استغله، وهنا أجيبك على السؤال، هذا الذي استغله نتنياهو والإدارة المتشددة في إسرائيل، الحكومة اليمين المتطرف الذي يلقى دعمها، استغل ذلك كي يتحرر من الضغوط، وأتت حادثة مجد الشمس لتشكل ذريعة وشرارة لنتنياهو كي يشعل الأمور. لكن طبعا هذا من مصلحة نتنياهو أن يشعل الجبهة في المنطقة، لكن لا إيران تريد إشعال الجبهة ولا أمريكا، لأن إيران إذا انخرطت في الصراع فهذا معناه أن نتنياهو قد نجح في استدراج أمريكا لتخوض حربة الصراع كذلك. والله هو يعني سامحني في الوصف ده سيادة العميد، البحر الأبيض المتوسط والأحمر وكل الشرق الأوسط والمواقع العسكرية الأمريكية تشهد ازدحاما الآن ونشاطا قتاليا ونوعية هجومية وتأهب فوق المعتاد. سامحني في الوصف ربما يكون منسوب لمحللين آخرين، سيكون نجح في استدراج أمريكا وإيران إلى هذه الحرب وليس أمريكا فقط سيادة العميد. لا، ما هو في الدرجة الأولى هذه العمليات التي قامت فيها إسرائيل هي لتستدرج أولا إيران، وإذا انخرطت إيران في الصراع فهذا معناه أن أمن إسرائيل كما قلت لك، وهو الاستراتيجية الغربية الثابتة وليس فقط الأمريكية، هي استراتيجية الغرب كله في الشرق الأوسط، أمن إسرائيل. عند ذلك إذا استدرجت إيران إلى الحلبة الواسعة فهذا معناه أن الغرب بأكمله وليس فقط
أمريكا سوف ينخرط. والدليل أخيرا 7 أكتوبر عندما حدثت وتهدد أمن ووجود إسرائيل، رأينا كيف أن البحر المتوسط والبحر الأحمر وكل المناطق والمعابر والمضائق والممرات كلها أخذت تضج بالسلاح على اختلاف أنواعه الغربي، من أساطيل ومدمرات وطائرات وأواكس إلى آخره مما قد استحدثته التكنولوجيا. وكان الغرب كله على أهبة الاستعداد لإنقاذ إسرائيل لأنه تهدد وجودها. الآن نفس المشهد تقريبا الذي شاهدناه في 7 أكتوبر يتكرر الآن. نعم نعم، يعني الحقيقة أنا أتساءل مع حضرتك مرة ثانية عن رد الفعل الإيراني المتوقع وعن مآلات هذه الحرب المحتملة. هناك رد إيراني لأن إيران ليس من مصلحتها أن تنخرط مباشرة. هي يمكن أن تمرر لوكلائها في المنطقة وعلى رأسهم حزب إيران في لبنان أن يتعاملوا مع إسرائيل، إنما كذلك ضمن سقف محدود. وكذلك أنا محلل وأعطيك الدليل. أشكرك على تحليلك لأنه وجهة نظر مختلفة. نعم. إلى الآن لم يستطع نصر الله مساندة غزة ولا أضر بإسرائيل، وجنوب لبنان أصبح مثل غزة. يعني الوكلاء الإيرانيين في المنطقة محكومون بسقف محدد، إذا تخطى هذا السقف فهذا يعني إذا ضرب حزب الله في العمق الإسرائيلي هذا معناه لأن من يحرك الصواريخ الباليستية والبعيدة المدى هو الحرس الثوري، وإذا حدث ذلك فهذا معناه أن إيران دخلت الحرب، وهذا ما يحقق رغبة نتنياهو والباقي تعرفونه. تمام، بشكرك شكر جزيل سيادة العميد يعرب صخر المتخصص في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لحضرتك. نذهب الآن إلى رأي آخر والسيد ميشيل دمعة المحلل السياسي اللبناني. مساء الخير سيد ميشيل. مساء النور. مساء الخير. كيف تنظر إلى الأحداث المتلاحقة في الأسبوع الأخير فيما يتعلق باغتيال فؤاد شكر وأيضا إسماعيل هنية وتداعيات هذه والردود المتوقعة من حزب الله وإيران؟ من المؤكد أن نتنياهو عاد بأمريكا بجرعة قوية من المعلومات ومن الضوء الأخضر ليمارس حفلة الاغتيالات التي نفذها في ضاحية بيروت الجنوبية وفي إيران، وأن من يقول أن أمريكا هي خارج هذه اللعبة، أنا أقول وأؤكد أن من دفع نتنياهو لأخذ هذه الجرعة من القوة أو المعنويات هي أمريكا نفسها، فهي من أعطته الضوء الأخضر وهي من ساعدته في عمليات الاغتيال، إن كان في إيران لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أو إن كان عند الحاج محسن في الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن يظن إن أمريكا خارج هذه اللعبة إنه يراهن على الحصان الخاسر، فأمريكا هي التي تدير هذه المعركة الآن، وهي تقوم بمعركتها الانتخابية على ساحة الشرق الأوسط، أي إن بايدن ونائبة بايدن الآن يقومون بمعركتهم الانتخابية دعما لليهود وللإسرائيليين ليحققوا مكاسب أكثر في انتخاب نائبة بايدن رئيسة للجمهورية، وفي كسب ثقة وود اللوبي اليهودي في أمريكا. أما بالنسبة لموضوع الجبهات فإننا قادمون على رد يختلف عن الردود السابقة، فلم تعد هذه الجبهات هي جبهات إسناد، تحولت المعركة إلى معركة أخرى. نعم، الجميع مجمع على ذلك سيد ميشيل اسمح لي، ولكن هناك رأي قيل قبل قليل من العميد يعرب صخر، ربما تكون استمعت لجزء منه، بيرى أنه الرد الإيراني وحلفائه لن يتجاوز السقف المحدد. إذا صحت هذه النظرية فهناك مشكلة كبرى يعني في دقة طبول الحرب الآن. أنا أقول لك أن إيران أبلغت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أنها سترد، وأؤكد لك أن الكل أصبحوا يعلمون أن إيران سترد، وأقول لك وأؤكد لك أن حزب الله والمقاومة سيردون وأن اليمن سيرد، وأقول لك أن جبهات المساندة التي كانت متحدة في هذه الجبهات ستحول بوقت واحد وبآن واحد إلى رد واحد يؤذي الكيان الإسرائيلي المركب، حيث ستضرب إسرائيل من شمالها إلى أقصاها إلى وسطها، وسنرى
كما قال السيد حسن نصر الله: إنكم ستفرحون قليلا لكنكم ستبكون كثيرا. ومن يراهن إن أمريكا لا تريد دخول الحرب وإيران لا تريد الحرب، فهنا المعادلة تغيرت. في السابق إيران كانت لا تريد الحرب، لكن اليوم هذا التحدي الكبير في عقر ديار إيران، أكيد إيران لن تقف متفرجة. فلا ينفع بعد أن نقول أن الأمريكيين هم على الحياد ولا يريدون، ونحن نسمع تصريح بايدن اليوم ونسمع تصريح الأمريكيين اليوم يلعبون على الأطلال وكأنهم يريدون على حركة حماس أن تمضي معهم بالمفاوضات من أجل صفقة إطلاق النار، وهم في الأمس قتلوا رئيس المكتب السياسي. كلنا نعلم أن من يدير إسرائيل هي أمريكا، وأن أمريكا وإسرائيل وجهي لعملة واحدة، وكلنا نعلم أن ما يجري اليوم هو لتغيير وجه الشرق الأوسط. المقاومة اليوم باتحادها وجبهات المقاومة سيعلنون في القريب العاجل عن ردهم، وردهم سيكون مدوي وقوي، وستتدحرج الأمور حسب ساحات المعركة. إن كانت إسرائيل سترد فهناك الأمور ستتدحرج أكثر فأكثر. سيد ميشيل، يعني بالنظر إلى تصريحات عدة من جوانب عدة، الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي والإيراني أيضا، يمكن القول أنه البعض ينسب له تصريح بأنه أصبح من المحال الآن تجنب هذه الحرب، وهذه الحرب ربما لها مرجعيات عقائدية عند الجميع سواء في إسرائيل أو في إيران أو في دول أخرى، يعني سنية مثلا. التساؤل: هل يمكن نزع فتيل هذه الحرب في اللحظات الأخيرة باتفاق ما أو بتوازن ما أو بجهود دبلوماسية ما؟ خليني أقول لك شيء مهم. امبارح في إيران كانت تشيع لهنية، الرجل السني بأعلى مرجعية شيعية صلت على جثمان وقامت بالتشيع. يعني كسر هذا التابو، كسر هذه المقولة التي تقول أن هناك ثقافات سنية وشيعية وطوائفية تتصارع في المنطقة. توحدت الساحات، يعني تخلوا عن الطوائف وخاضوا معا المعارك. إذا صح هذا الكلام وسامحني في المقاطعة، إذا ما تستهدفه أمريكا وإسرائيل هو القضاء على أي مشروع مقاومة في المنطقة يدعم فلسطين. عندك شك بذلك؟ هل عندك، هل يوجد عاقل عنده شك أن إسرائيل تريد القضاء هي وأمريكا على؟ ليس عندي شك، ولكن سيبدأون هم بالحرب يا سيد ميشيل. يعني إذا ما الذي يحدث الآن هو استدراج للمنطقة للحرب، هم خططوا لها وينفذون لها الآن. طبعا هم يجرون المنطقة للحرب، لكن الأمور تغيرت، أصبحت المقاومة اليوم في الساحة أقوى من قبل. يعني في السابق كانوا الإسرائيليين يضربون ضربتهم، والمقاومة أحيانا تترك للمكان والزمان وللوقت أن ترد. أما الآن فالمقاومة تقارعهم. حتى الآن في داخل غزة يا صديقي، في داخل غزة، في داخل كل قطاع غزة، ما زالوا المقاومين يقاومون ويقارعون اليهود ويقتلون جنود الإسرائيليين. هذا الانقسام الكبير داخل النسيج والمجتمع الإسرائيلي اليهودي، الانقسامات الكثيرة بين ضباط الجيش والعسكر. ماذا تقول عن المقاومة الآن التي تحقق بأهداف استراتيجية ضربات متفوقة؟ فمثلا عندنا في الجنوب كانت المقاومة دائما تقصف المقرات العسكرية والسكنات العسكرية للعدو اليهودي. كان اليهودي يرد على ذلك بقتل المدنيين، كان يقصف البيوت ويقتل المدنيين حتى آخر لحظة، آخر اغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية. إنهم قصفوا مبنى مسكون من المدنيين وقتلوا أطفال واستشهدوا أطفال داخل هذا المبنى. المعادلة أن هناك مقاومة شريفة تقاتل من أجل الأرض والعرض، وهناك عدو خاصب يريد القضاء علينا. من يقضي على الأطفال ويحرق الأطفال ويقتل المسنين، هل يهمه؟ هل يهمه أن يبقى هناك مقاوم؟ إذن الحرب واقعة لا محالة، وكل الأمنيات بسلام الأرض وبانتصار العدل والحق. أشكرك شكر جزيل السيد. طبعا سيد ميشيل دمعة، كل الأمنيات أن الشعوب العربية أصبحت واعية، أن تتحد هذه الشعوب العربية، أن نتكل دائما، أن نكون كتفا إلى كتف. لا ينفع سياسة الاستسلام والهزائم، لأن سياسة الاستسلام والهزائم أوصلتنا لا تحقق شيء. صحيح.
صحيح. بشكرك سيد ميشيل دمعة الكاتب المحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك، وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الفقرة. على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله.